المؤسف طبعا اللي حصل في العمرانية امبارح، واللي راح ضحيته طفل عمره حوالي 12 سنة، والاشتباكات اللي زادت وتيرتها النهاردة بشكل كبير وقت ما تم تشييع جنازة الطفل الشهيد محمد زايد. موجود معنا على التليفون عم الطفل أستاذ أحمد زايد. مساء الخير يا أستاذ أحمد، والبقاء لله، وعزائنا لحضراتكم، ربنا يصبركم يا رب يا رب. استاذ عادل، يا ريت تحكي لنا اللي حصل بالظبط، يعني من البدايه. احكي لك اللي حصل. يا اتفضل. هو حضرتك يا ابله، كان المسيره كانت معديه من الشارع اللي عندنا. ايوه يا فندم. وهو واقف قدام بيتنا عادي، وكم واحد برضو واقفين من سن كده، سن سكه ال 20 سنه. هو خد الطلقه في صدره، هم اللي ضربوا الاخوان المسلمين حضرتك. وكذا واحد تاني اتصابوا، هو توفى وبكذا واحد تاني اتصاب. طب الستة اللي بتتكلم عنهم دول كانوا ماشيين في المسيرة، كانوا من يعني من لا دول الأهالي، من ناس عايشين عندكم في المنطقة؟ من أهل الشارع. يعني تعرفوهم كويس؟ دول من أهل الشارع، ما لهمش دعوة بالمسيرة. كل اللي اتصابوا من أهل المنطقة. لا، اللي ضرب كان من المسيرة ولا ناس يعني ما لهمش علاقة؟ اللي ضربوا دول كانوا ناس مقنعين. مقنعين لابسين اقنعة سودا. دول كانوا في المسيرة ولا بعيد عنها يا استاذ عادل؟ كانوا في المسيرة يا ابله. كانوا في المسيرة. طيب، ودلوقتي الوضع عندك ايه بقى، ووقت تشييع الجثمان ايه بعد ما جينا في الجنازة، ايه اللي حصل يا استاذ احمد؟ طالعين بالجنازة لقينا برضه ناس من الاخوان بيضربوا علينا ازاز وطوب. ايه السبب؟ ما واحنا ماشيين. هل صح كانوا واقفين في بلكونات في عماره معينه اللي هي العماره اللي حصل عليها المشكله؟ حضرتك الجيش، احنا بلغنا الجيش نزل خدهم. وعوروا ناس كتير. ده النهارده الكلام ده. ما انا بسال على النهارده، النهارده انتوا كنتوا ماشيين في الجنازه، تمام؟ واحنا ماشيين في الجنازه حضرتك لقينا ناس من الاخوان بيقلبوا علينا ازازه طول. لقيتوا ناس؟ من الاخوان بعدين بقى نازل طول. في ناس اتعورت مننا. كان واحد اتصابوا. كان طوب، كان في سلاح برضو ولا لا؟ زرعوا عليها بالخرطوش. بالخرطوش. طيب، وقوات الامن بقى او الجيش وصل؟ وحضرتك يعني ده يرضي ربنا، الصندوق اللي هو فيه الامانه بتاعت اللي رايحه مش عارف اقول لك ايه، الصندوق اللي فيه جثة الطفل اللي جه في طول الاسكيرة بتاعهم. بقاء لله يا استاذ احمد، وعزائنا ليكم، وبالتاكيد يعني هيتم التحقيقات، وان شاء الله تاخدوا حقه باذن الله ان شاء الله.